يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال مشاهدينا. النهارده يوم الخميس 2 فبراير 2021 و22 من جماد الاخر 1442. النهارده مشاهدينا هيكون عندنا 3 فقرات، واول فقره هتكون مهمه جدا ومتميزه، وهنتكلم في موضوع جديد. هيكون معانا على الهاتف الاستاذ الدكتور احمد شاهين، استاذ علم الفيروسات. والفقره الثانيه هيكون معانا على الهاتف ايضا الدكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسيه، وهنتكلم عن الاكتئاب الشتوي وازاي نقدر نخرج منه. وطبعا الاكتئاب الشتوي ده موضوع كبير برضو هنتكلم فيه، لان بيجي معظم الناس. الفقره الثالثه مشاهدينا، وهي اخر فقره، وهيكون معانا مطربين. طبعا احنا دايما بنحب نشجع المواهب الجديده والجميله، ونحب دايما نقف جنبهم. وهيكون معانا المطرب محمد كامل حسين وعبد السلام ابراهيم. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم وصباح الصحة والجمال. وبنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا. احنا في الفترة الأخيرة طبعا كل اللي شغلنا طبعا كوفيد-19 بقاله السنة لغاية دلوقتي معانا وكم شهر، وطبعا في صراع كبير جدا بيننا وبين هذا الفيروس كوفيد-19. ولكن المفاجأة الكبرى أو الصادمة على مستوى العالم كله، أن في فيروس احتمال ينتشر بطريقة سريعة ويكون نفس كوفيد-19. ولكن اللي أشار عليه هي صحيفة الجارديان، الصحيفة البريطانية. دي صحيفة اتكلمت في الموضوع دوت، وحبت تقول للشركات الأدوية أن هي تاخد بالها كويس جدا من هذا الفيروس، لأن ممكن يكون زي كورونا وينتشر بطريقة سريعة ويكون يعني ما نقدرش نسيطر عليه. وكمان إن قالوا إن معظم منظمة الصحة العالمية اكتشفت الموضوع دوت من آخر التسعينات. في أواخر التسعينات اكتشفت منظمة الصحة العالمية الموضوع، فيروس نيبا، لأن هو مش جديد، هو للأسف قديم وبقاله فترة طويلة جدا، ولكن ما لقوش لي أي لقاح لغاية الآن. وهو بينتقل عن طريق من الحيوان عن طريق البشر، وكمان الخفافيش الفاكهة. خفافيش الفاكهة ده موضوع كبير برضو هنتكلم عنه، لأن في الغابات الاستوائية أو جنوب آسيا بتكون في الخفافيش الفاكهة، فبتاكل الفاكهة وبتسيبها بتترمي على الأرض، فالخنازير بتقوم تيجي تاكل الفاكهة دي، بينتقل ليها العدوى طبعا، ومن بعد كده بينتقل للبشر اللي بيتعايش ويتعامل مع الحيوانات. هو موضوع كبير وعايزين نتأكد منه، وعايزين نعرف إيه حقيقة الموضوع دوت، وإيه هنتوصل لإيه وهنعمل إيه في القصة دي كلها، لأن هذا الفيروس أساسا موجود من زمان، ومنظمة الصحة العالمية أشارت ليه، وطبعا الصحيفة البريطانية اتكلمت فيه وقالت إن احنا لازم نستعد وناخد بالنا كويس جدا ما نقعش في نفس المشكلة اللي وقعنا فيها في كوفيد-19، ونرجع ندور على اللقاح والمصل. طبعا أعراض الـ هذا الفيروس نيبا هو صداع وسعال وكحة وسخونية وحاجات كتيرة جدا. طيب عايزين نعرف أكتر وأكتر عن فيروس نيبا وإيه حقيقته وإيه قصته مع الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات. صباح الخير وأهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا محمد، شرفتنا ونورتنا، وحضرتك يعني قامة كبيرة جدا، بنحب دايما نستفسر مع حضرتك عن الموضوع الكبير دوت. وما حقيقة قصة نيبا يا دكتور، فيروس نيبا؟ فيروس نيبا عبارة عن فيروس للأسف الشديد هو وحيد الشريط الوراثي
شأن كورونا، كلمة وحيد الشريط الوراثي معناه أن طبعا قابل للطفرات الكثيرة، قابل للتغير، وقابل للتحور، وقابل للانتقال من مكان إلى مكان أو من جنس إلى جنس، وده المشكلة كبيرة. بداية المشكلة طبعا بدأت في ماليزيا في مزرعة الخنازير سنة 1998. يوميها طبعا حدث نفوق او موت بمليون من الخنازير، و300 من البشر اصيبوا و100 ماتوا من هذا الامر. ثم انتقل الى سنغافوره، وبعدين من سنغافوره الى بنجلاديش، وكانت طبعا بنجلاديش كانت عليها علامه استفهام برضه. اصبحت هناك يعني اصابات سنويه بهذا الامر، ولم ينتبه العالم الا بعد ان ظهرت الوفيات الكثيرة في بنغلاديش. وثم انتقل إلى كمبوديا جنوب شرق آسيا، ثم إلى الهند، حيث الفريق الطبي أصيبت فيه إصابات كثيرة جدا. فبدأ العالم ينتبه لهذا الأمر، اللي العلامات هي العلامات والأعراض هي الأعراض، والإصابات والوفيات عالية بلغت من 40 إلى 75%. فعلا عدد الوفيات ده يبقى شد فكا يا دكتور احمد، يعني مشكله كبيره جدا، من 40 ل 75% حالات كارثه. الوفيات. طب بدات منظمه الصحه العالميه تنتبه لهذا الامر، وفعلا اصدرت قالت ان هو ده ممكن يكون الوباء المحتمل او الجائحه المحتمله اللي هي بتكون اشد خطوره واشد فتكا من كورونا. يبدا المرض بارتفاع في درجه الحراره، تكسير في العظم، ارتفاع السعال، ضيق في التنفس، ولكن الأكثر عدم الرؤية كمان يا دكتور أحمد، يعني نعم عدم الرؤية كمان، يعني وعدم الرؤية. مظبوط مظبوط، عدم الرؤية طبعا. طبعا الأخطر من كده عن الجهاز التنفسي إن هو بيطلع للجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ أو عقل أو العقل الإنسان، فبيصاب بتورم أو التهاب، ودي الكارثة الكبيرة اللي بيحصل عنده ارتباك، تغيير في شخصيته، تشنجات، وممكن يحدث له غيبوبه. من طبعا هذه الغيبوبه تستمر ممكن من يوم ليومين ويموت الانسان. طبعا دي كلها طبعا كلها اعراض مخيفه جدا جدا، بس للاسف بتتشابه نفس اعراض كورونا. طيب يا دكتور أحمد، يعني الخطر فين هنا؟ هنحط إيدينا على إيه برضو؟ يعني الموضوع هو كان زمان، يعني حضرتك بتقول من سنة 1998 في ماليزيا، هل هو دلوقتي منحصر في جنوب آسيا البلاد الاستوائية؟ هو الحقيقة لحد الآن لم يتخطى قارة آسيا، ويمكن منظمة الصحة العالمية انزعجت من الانتشار في هذه المناطق خوفا، زي ما سابقا كان هناك انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، انفلونزا الاسبانيه. طبعا دي كلها طبعا المنظمه الصحيه بتشوف جائحه بهذا الامر، طبعا بتقول الدنيا كلها كذا كذا، طبعا الحيطه وما الى غير ذلك. هو يمكن وسيله العدوى زي ما حضرتك قلتي، في ان طبعا هناك عندهم البلح، في سائل، السائل ده بيعبوه في حاويات، هذه الحاويات بيكون مكشوفه مثلا، فبيجي الخفافيش تشرب او تتبول في هذه الحاويات، فبالتالي بتنقل العدوى الى الانسان من خلال بلح، من خلال هذا النخيل. او طبعا ممكن بياكل الخفافيش، بتاكل الخفافيش الفاكهه، بتاكل الفواكه مثلا او الثمار، وبتقع على الارض فياكلها الخنزير والحيوان. المشكله من هذا كله او الشاهد من هذا كله ان تنتقل العدوى من الحيوان للانسان. للانسان. العدوى من الحيوان للانسان، هنا بقى علامه الخطوره، معناها ان الفيروس بيتحور كل ما انتقل مكان لمكان، بيعيد تشكيل شكله، بينظم حياته، وبيحصل فيه تغير في السلاله بتاعته، عشان تتوائم بما بالبيئة الجديدة البيئة. اللي
لأن كل بلد بتختلف عن التانية من ناحية البيئة والمناخ طبعا والتغذية وكل حاجة. طيب حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، إن إحنا خايفين ينتقل من الحيوان للإنسان وهو بينتقل بطريقة سريعة يعني. طيب دلوقتي دكتور أحمد، إيه هو العمل يعني؟ ممكن نتواصل لإيه؟ وهل هم ملقوش ليه لقاح قبل كده، لأن هو بقاله فترة طويلة وأساسا من زمان؟ هو طبعا يمكن هو موجود من فتره صحيح بعيده، ولكن لم يلفت النظر للاخرين الا في السنوات الاخيره، ان هم بداوا يدوا علاجات او بداوا بيسموه العلاج الداعم، يعني محاليل وحاجات كلها علاج عرضي اذا كان للسخونيه او ما الى غير ذلك. ولكن بدا العالم الى حد ما ينتبه، ولكن انتباهه هو مشغول الآن بما هو فيه بالنسبة لكورونا، وكل الشركات الأدوية كل انشغالها إزاي إن هي تكافح كورونا. فيجي بقى نباء كضيف ثقيل على الكون البشرية كلها، البشرية والبشرية كلها كلها طبعا. يعني. فعلا كلنا بنقول لسه ما خلصناش من كورونا ولا أعراضها ولا الحالات الوفيات اللي بنقابلها كل يوم وحالات الإصابات كلها، لكن دلوقتي قدامنا نباة، فالناس منها واخدها حتة كوميدية يعني، مش عارفين نتواصل أو نعمل إيه. وفي نفس الوقت إحنا فعلا مش عارفين هل البيئة يا دكتور أحمد ليها عامل في الفيروسات اللي إحنا ممكن بنقابلها؟ السؤال ده جميل جدا. اولا اشمعنا يعني كل حاجه من اسيا، شرق أيوة اسيا، جنوب اسيا، وبعدين اسيا ايه يعني؟ ما يعني طبعا الحقيقه طيب يا دكتور أحمد، الاتصال فصل طبعا، وسؤال مهم جدا يعني. هنتابع طبعا اتصال تاني إن شاء الله، أكيد الشبكات دلوقتي ما بتبقاش مظبوطة قوي. طبعا البيئة، هو آخر سؤال كان مع الدكتور أحمد، هل البيئة لها علاقة بالفيروسات اللي احنا بنقابلها؟ طبعا احنا في خلال سنتين فيروس كورونا، وبعد كده فيروس نيباه، وفيروس نيباه هو أساسا مكانه الأصلي في ماليزيا، واسمه نيباه لان في بلده في ماليزيا اسمها نيباه فسمي بهذا الاسم يعني. الفيروس ده سميناه، منظمه الصحه العالميه سميته نيباه علشان خاطر هو اساسا طالع من مدينه اسمها نيباه في ماليزيا وجنوب اسيا طبعا، ولسه ما اتحركش من جنوب اسيا. ورجعنا تاني مع الدكتور احمد شاهين، استاذ علم الفيروسات. اهلا بحضرتك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا ومرحبا. هناك أمراض مستجدة وأمراض منبعثة. أمراض مستجدة اللي احنا شفناها التي بدأت في الثمانينات من ظهور الإيدز كمرض لسه مستجد علينا، حتى واحنا كنا طلبة بنستعجب إيه هو الإيدز دول، ثم صعودا إلى إنفلونزا الخنازير والطيور وكوفيد وسارس وما إلى كل دي أمراض مستجدة، يعني أمراض لم تكن موجودة من قبل وظهرت على البيئه واضرت ما اضرت له. احنا بنقول السبب في شرق اسيا والسبب في ظهور هذه الامراض الجديده هو من فعل الانسان وطغيان الانسان بالبيئه. حرق الادغال وقطع الاشجار التي كانت سكنا هادئا لهذه الفيروسات، او سكنا هادئا لهذه الكائنات بعدا عن الانسان وازعاج الانسان. كانوا في حالهم وعايشين الحياه زي ما ربنا عملها لهم فعلا، لكن الانسان بالظبط اول ما حط ايده خلى كل حاجه غير متوازنه ومش طبيعيه، صح يا دكتور احمد؟ بدأ يحرق هنا وهناك وبدأ يضغو، فبدأ الانسان بدأت هذه الميكروبات انزعاجها خرجت من اماكنها وذهبت، لم تجد مكانا اخر الا في عقر الانسان. فبدات تنمو وبدات طبعا في البيئه الطبيعيه وبدات تكون اشرس. احنا بنقول انتقال الانسان من بيئه لبيئه ومن عائل لعائل بيحدث تبعه تغير في السلسله الجينيه بتاعته بما يلائم وظائفها بما يلائم حياتها، بدات تنتشر في الانسان. يعني الانسان مثلا صعد الى اعلى الفضاء، جاب ميكروبات معاه، نزل
في اعماق البحيره، اعماق المحيطات، المحيط الهادي طبعا 14 كيلو متر تحت الارض تحت البحر طبعا في الاخدود العميق، وظهر واتى معه ميكروبات. الحرائق اللي اشتعلت في امريكا كل دول من عبث الانسان في الطبيعه، والتلوث الذي احدثه هنا وهناك ادى الى تغير الطبيعه لتكون ضده وليست ايوه ضد الانسان دلوقتي، بسبب ان 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 الانسان تدخل في حكمه ربنا وتوزيع كل ربنا بيوزع كل واحد ليه دوره في الحياه، حتى الحيوانات والطيور وكل حاجه. طبعا يعني كل وسائل الاعلام وحتى الصحيفه البريطانيه اتكلمت عن الموضوع دوت، ان احنا لازم ناخد بالنا من الاجراءات الوقائيه، وشركات الادويه تاخد بالها، وندور على لقاح تاني، لان دلوقتي في مشكلة، مش عايزين نرجع زي ما كنا في فيروس كورونا، ولغاية دلوقتي طبعا فيروس كورونا بنعاني منه. طيب يا دكتور أحمد، حضرتك شايف هل ممكن يتوقعوا ليه لقاح بدري كده، أو ممكن يدوا توعية أكتر، أو ممكن يعني المنظمات ممكن تعمل إيه، وأولها منظمة الصحة العالمية؟ أولا العلماء يراهنون أولا على حاجتين مهمين جدا، ده في إيد الإنسان وبعيد عن عبث الإنسان. أول حاجة اللي هو الجهاز المناعي الإنساني يحافظ على صحته، يبعد عن التدخين، ما يرهقش نفسه، الأكل المنظم والأكل المفيد وما إلى غير ذلك. رقم اثنين الضوابط الوقائية لا زال العلماء يراهنون عليها، اللي هي طبعا اللي احنا حفظناها ومش احنا اتعلمناها، ده كورونا هو اللي علمنا ازاي النظافة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي وما إلى ذلك زي ما قلنا قبل كده. طبعا الحاجات دي كلها لا زال العلماء يقولون هو ده المسلك الاساسي عندنا، لان احنا كورونا كان يعني بيمسك الجهاز التنفسي، لا ده نبقى بيمسك الجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي، بحيث طبعا احنا قلنا الخليه العصبيه غاليه او على الانسان، اذا اتدمرت ما ترجعش كما كانت، فهو بيطلع على الجهاز العصبي المركزي بيعمل تشنجات وغيبوبه والتهاب في المخ بقى، ده طبعا في الدماغ على طول، يعني مشكله كبيره جدا بسبب حاله الوفيات على طول. احنا بنقول ان الالتهاب السحائي كان موجود عندنا في مصر هنا سنه 1904 في الثمانينات، وكان علاجه بسيط جدا، عباره عن شويه برشام والامور تمشي في المدارس لما كنا هناك، والامور تمشي 24 درجه. طبعا ليه؟ لان كان دون ميكروب اسمه الميكروب السحائي، كان من السهل علاجه، لكن حاليا مش ميكروب، النهارده فيروس سحائي اللي هو احنا بيصعب علينا ان احنا نعالجه بره او نعالجه في الجهاز التنفسي، فبالك مش هنقدر نعالجه الا بالتوفيق من ربنا في الجهاز العصبي المركزي او المخ يعني. ونعم بالله طبعا يا دكتور أحمد، والموضوع طبعا يعني عامل هلع وتوتر للبشرية كلها، لأن احنا لسه في كورونا ولسه ما نعرفش هو جاي منين ورايح فين وهيخلص امتى، فيعني جه نباه كمان، فالموضوع كله يعني قلق وتوتر فعلا، وربنا يتولينا. طيب يا دكتور أحمد، نصيحة حضرتك تحب تقدمها لمشاهدينا وللبشرية، يعني نعمل ايه، يعني ايه اللي ممكن في ايدينا؟ اولا كون ان منظمه الصحه العالميه اعلنت عن وباء محتمل، ده اشاره الى مصانع الى الشركات الادويه الانتباه لهذا الامر والتفكير فيه منذ الان واخذ الحيطه منذ الان. الامر الثاني للبشر ان احنا طبعا المفروض الضوابط الوقائيه نكون احنا على علم بيها، يعني مثلا بالنسبه تغطيه الوعاء اللي هو بينزل فيه سائل النخيل تودي بيسموه تودي، يعني طبعا ده المفروض الغطاء كويس محكم. الخفافيش اللي هي موجوده في مزارع الفاكهه طبعا بنحاول الى حد ما نقدر نقاومها. ثانيا الفاكهه ما تجيلي البيت ايا كانت لازم اغسلها غسل جيد، طبعا ممكن يكون في لعاب نزل عليها او في افرازات نزلت عليه من الخفافيش، او من انسان مصاب وليس مريض حامل المرض، يعني ايوه طبعا ممكن من اللعاب بتاعه برضه، انه ممكن الاصابه، على فكره طرق الاصابه كثيره جدا من اللعاب بتاع المريض، الافرازات بتاعته من الدم بتاعه وما الى غير ذلك. كل دي من الخنازير الانتباه بيها،
ايوه اي حاله نفوق او اي حاله مرضيه، او بيسموها الرعايه البيطريه الجيده اه لهذه القطيع، حتى طبعا لا تنتشر العدوى هنا وهناك، ونسال الله السلامه ان شاء الله. يا رب. طبعا يا دكتور أحمد بنشكر حضرتك جدا جدا، وإن شاء الله يعني نقدر نسيطر على الموضوع. طبعا كان معانا على الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، بنشكره كويس جدا وعشان معلوماته القيمة والجميلة دي دايما بيفيدنا بيها. كنا لسه دلوقتي في كورونا بنتكلم عنه، وقعدنا سنة نتكلم عن كورونا طبعا. وكان معانا الدكتور أحمد وأفادنا الصراحة بحاجات كتير، بس المشكلة دلوقتي في النباه، فإحنا نخلص من كورونا يطلع لنا نباه، فربنا يتولانا برحمته إن شاء الله. وأهم حاجة زي ما الدكتور أحمد قال، إن إحنا يكون عندنا توعية كافية، ويكون عندنا الإجراءات الاحترازية، وإن احنا دايما نغسل إيدينا. وكورونا فعلا علمتنا إن احنا نهتم كويس جدا بالأشياء اللي حوالينا وبالنظافة، وننظف كل حاجة، وحتى الفاكهة كمان نجيبها نغسلها، لأن برضو الظروف مش مضمونة، وكل حاجة حوالينا دلوقتي ما بقتش مضمونة خالص. أهم حاجة نفسك ثم نفسك وبيتك وأسرتك، وإن أنت تخاف على نفسك وعلى نظافة بيتك ونظافتك الشخصية وأولادك وكل الناس اللي أنت بتحبهم، لأن فعلا الموضوع مش سهل. وإحنا من آخر 2019 ل 2021 بنعاني من كورونا، وكمان نباه ان كل العالم ووسائل الاعلام و يعني منظمه الصحه العالميه بتحذر تقول ان احنا ناخد بالنا كويس جدا من الاوبئه اللي جايه في الطريق دي، ربنا يتولانا. وفعلا الخلل جه من الانسان، فعلا الانسان هو اول ما حط ايديه في الطبيعه اللي ربنا خلقها الخلل جه، الفيروسات جات لنا، والاوبئه والامراض الغريبه بقت تيجي لنا. والله اعلم كمان الجيل اللي جاي هيعيش ازاي، يعني هيتعايش ازاي، هيكون عنده مناعه قويه كمان ازاي، فكله بامر الله. طيب مشاهدينا، احنا في الفقره الثانيه، بما ان احنا داخلين كده يعني بقالنا شهرين داخلين في الشتاء، فالشتاء شيء جميل، وفي ناس بتحب الشتاء، وفي ناس بيجي لها اكتئاب، فطبعا يعني شيء بيجي جميل جدا. في ناس بتحس ان انت لا، ده الشتاء ده انا عندي اكتئاب وبفضل اتخن فيه ونايمه فيه وكسل فيه. طيب تعالوا نعرف مع بعض ايه هو الاكتئاب الشتوي، وازاي اقدر اتغلب عليه، وايه هي كمان التغذية المظبوطة والرياضة المظبوطة ان انا اقدر اعملها في خلال فترة الشتاء. طبعا هو الشتاء ضيف جميل وخفيف علينا، بس للأسف في ناس بيجيلها اكتئاب فيه. تعالوا نعرف مع بعض واللي هيفهمنا اكتر عن الاكتئاب الشتوي الدكتور احمد هندي، استشاري الصحة النفسية. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. دكتور وليد هندي، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور وليد. نعود الاتصال. اهلا اهلا دكتور وليد، ازاي حضرتك؟ طيب فصل وهنرجع الاتصال تاني. فطبعا في ناس بتعتبر ان الشتاء فعلا زي ما قلت في الاول ان انت حاسس بالاكتئاب، ولكن الاكتئاب انت بتجيبه لنفسك. يعني الشتاء جو جميل جدا، ربنا خالق طبعا الحياة فيها تغيرات، فيها فصول كتيرة جدا علشان انت تقدر تتعايش مع الطبيعة بشكل طبيعي، وتغير نمط حياتك اللي كانت غلط. فانت لازم تغير نمط حياتك، خصوصا الأوبئة اللي احنا فيها وفيروس كورونا اللي احنا فيه لغاية الآن، لازم يتطلب منك ان انت تقدر تتمشى كل يوم الصبح، ده شيء جميل جدا في الجو الحلو ده. حتى كمان المدارس كويس ان هي كمان بتبتدي في الشتاء، لان بتدي طاقة وبتدي حركة وبتدي نشاط. انت اول ما تبتدي يومك كويس جدا، بتبتدي حركة نشاط، بتبتدي رياضة، فانت بتحس ان اليوم خلاص يعني بقى
حلو وجميل، لكن في ناس تانية بتحس ان الشتاء هو اكتئاب، انا بقعد اكل وبتخن. طيب ما شيء طبيعي، قاعد طول الشتاء بتاكل وبتتخن، اكيد اكيد هتحس باكتئاب، واللي مش والاكتئاب ده كمان انت مش هتقدر تخرج منه غير انت اللي هتقاوم نفسك، وانت اللي هتقدر انك تخرج نفسك من حالة الاكتئاب دي. فطبعا الاكتئاب انواع، من ضمنها الاكتئاب الشتوي دوت بيجي لفترات متباعده ولناس معينه اللي هي دايما مستسلمه، اللي هي دايما بتحب ان هي قاعده، انا ما بحبش اتحرك، ما بحبش اجري، ما بحبش العب رياضه. وكمان التغذيه مهمه جدا جدا في فتره الشتاء، وكمان في فتره ان انت بتحس ان انت داخل في مود اكتئاب. ده اللي هنعرفه برضه من الدكتور وليد، ان انت ازاي تعرف ان انت داخل في مود اكتئاب، وخصوصا الاكتئاب الشتوي. فالتغذيه بتبقى مهمه جدا جدا. انا دايما بحب الشتاء انصح مشاهدينا ان انت ما تاكلش لحوم كتير ولا نشويات كتير، دايما تاكل اسماك، تونه، سلمون، اي انواع اسماك مشويه مقليه، اي انواع، لان الاسماك بتبقى خفيفه وبتدي طاقه وحركه كويسه جدا ومزاج كمان كويس. دايما الشتاء متعلق بالاكل، هي دي مشكلتنا احنا، دايما اول ما نلاقي الشتاء على طول الاكل. ليه؟ لان احنا عشان نتدفى، عشان نقعد. لكن انت لما تنظم يومك بيبقى شيء جميل جدا، بتحس ان انت تبتدي نهارك كده بالرياضه الجميله بتاعتك، بتقسم وقتك، بتقسم يومك، بتقسم التغذيه بتاعتك المفيده ان انت ممكن تقدر تتبعها خلال اليوم. وطبعا ده هيفيدك اكتر واكتر، لان احنا برضو داخلين في موضوع الله اعلم هيوصل بينا الفين من ناحيه الاوبئه، ومن ناحيه كمان فيروس كورونا. لغايه دلوقتي دايما كل العلماء والباحثين والدكاتره بينصحوا بان انت لازم تلعب رياضه. فالرياضه مهمه جدا جدا في فصل الشتاء. انت لما تتمشى في فصل الشتاء في الرياضه او تلعب رياضه بتاعتك خاصه ان شاء الله نص ساعه ربع ساعه تتمشى كل يوم، بيديك طاقه كده وبيديك حيويه جميله جدا بتقدر تكمل بيها اليوم. وشهر الشتاء جميل لما تتمشى في المطره كده، يعني الجو بيبقى حلو جدا جدا، يعني ده حاجه جميله من عند الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. ثانيا طبعا الاسره، الاسره ليها دور كبير جدا. يعني احنا لما نقعد كده مع بعض في الشتاء بنعمل جو اسري جميل، بنحاول ان احنا نقعد مع بعض نتناقش، بيبقى الجو حلو جدا. ده ما احلاه، يعني نقرب من بعض اكتر ونقعد نشوف اراء بعض ونتكلم مع بعض. وكمان بيبقى فيه كده لقطات جميله حلوه قوي قوي ان انت بتتعايش معاها مع اسرتك في فصل الشتاء. طبعا معظم الناس برضو بتحس باكتئاب لان الليل طويل والنهار قصير، فانت بتحس ان انت داخل كده في مود اكتئاب. ايه ده الليل طويل جدا، انا هعمل بيه ايه كل ده، هقضيه ازاي؟ لكن للاسف يعني احنا بنمشي بطريقه غلط خالص. انت لما تنام بدري في الشتاء وتصحى بدري ده بيبقى شيء جميل، بيديك طاقه وبيديك حيويه، حتى كمان تلاقي كده ان انت وشك منور وعندك باور كتير. لكن احنا لما نستخدم غلط ونفضل قاعدين قدام الاجهزه، طبعا زي ما بنقعد كده وقدام اللابتوب وقدام التلفزيون قدام ده وده، فطبعا انت خلاص ما عندكش اي حاجه تقدر تعملها، مش هتقدر ان انت تقاوم فيما بعد، وهيجي لك اكتئاب وهتحس ان انت في عزله ومش عايزه اتحرك ومش عايزه اخرج ومش عايزه اعمل اي حاجه. طبعا فده شيء بيبقى بيخليك دخلت في مود الاكتئاب، والاكتئاب للاسف فيما بعد انت لما تستسلم له بيؤدي الى الانتحار بعد الشر كلنا. فهي النقطه الفاصله اللي بينك وبين الاكتئاب هي شعرات، فانت لازم تاخد بالك كويس جدا جدا. طبعا اعراض الاكتئاب كتيره جدا، ان انت تحس ان انت في عزله، مش عايز تنزل، حابب انك تقعد مع نفسك وقت طويل، مش حابب اتكلم مع حد، مش عايز اخرج، مش عايز اعمل اي حاجه ممكن ان انا اتبسط منها، لا على طول قاعد وحزين وحاسس ان انا مفيش اي حاجه ممكن اقدر اعملها خالص. فده بيدخلك في مود اكتئاب على طول، تحس ان انت مش قادر حتى تقوم تخلص شغلك او تقوم تعمل اي حاجه مفيده ليك. طبعا مره في مره مره في مره هتحس الاكتئاب عندك زاد، هتحس ان انت مش قادر انك تتعايش وتتعامل مع اي حد، هتكره كل الناس اللي حواليك، هتبقى في عزله بقى. اول ما تبقى في عزله تحس ان انت
مش قادر تعمل أي حاجة وكل حاجة راحت منك، فبالتالي ممكن يؤدي إلى حاجات خطيرة جدا في الصحة النفسية. طبعا احنا بنمر بأوقات حاجات كتيرة جدا بتضايقنا في الحياة، اجتماعيا وفي الشغل ويعني حاجات كتير، نفسيا حاجات كتيرة جدا بتأثر علينا كل دقيقة وكل لحظة، بس احنا ما بنستسلمش. انت لازم ما تستسلمش، انك تحاول ان انت تقاوم وتتعايش وتقدر تمشي في الحياة، لان الانسان لازم طول ما في نفس كده لازم ان انت تستمر وتنجز وتتعايش حتى رغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها، رغم الأوبئة والفيروسات اللي احنا فيها والحياة، وان انت مش عارف تتعايش مع اي حد زي الاول، بقى فيه حصر كده وبقى فيه حاجات منغلقة ما بنقدرش نعملها زي الاول. دلوقتي اللي كان عنده مشوار شغل بيخرج للضرورة، لكن دلوقتي اللي ما عندهوش بتلاقيه قاعد في البيت طبعا، وده أسلم له وأحسن له، لأن دلوقتي طبعا احنا كنا بنقول كورونا بعيد لكن دلوقتي بقى قريب جدا، دلوقتي بنقول فيروس نيبا اللي في جنوب آسيا بعيد لكن الله أعلم ممكن يكون قريب جدا عن طريق الاختلاط وعن طريق التعامل والتعايش. لكن احنا لازم يكون عندنا وعي وفكر كويس جدا، نبعد عن كل حاجة ممكن تضرنا، وان انت لازم تكون ذكي وتخاف على نفسك وعلى اسرتك وعلى حياتك. طيب الاكتئاب الشتوي طبعا هيكون معانا الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، ولكن للأسف هو لغاية دلوقتي التليفون مش بيتجمع. هنطلع لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل حوارنا. كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا، كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعبان، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح، مع السلامة يا حبيبي وفنان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. الله يا محمد، جميلة جدا جدا. طبعا نعرف المشاهدين معانا محمد مطرب صاعد وجميل، ومعانا سلامة، أهلا بيك يا سلامة، يعني شرفتونا والله، ودايما احنا بنحب نقدم لمشاهدينا المواهب الجميلة، وبنحب دايما نقف جنبكم، طبعا حاجة جميلة جدا. صوتك جميل ومتميز يا محمد. دي موهبة بقى ولا دراسة بقى؟ لا هي موهبة الصراحة، أنا ما درستش كتير في موضوع الغناء، وما درستش خالص، كانت ما كنت درستش خالص، بس من زمان وانا صغير، يعني من وانا في سته ابتدائي كده كنت بغني في البلكونه في البيت في المدرسه كده، ابتديت يعني الناس تقول لي صوتك حلو قوي بعد بدايه اولى ثانوي. وفي المدرسه ما اشتركتش في اي مثلا حفلات؟ ما كانش في فرصه قوي، كنت مركز في الدراسه متفوق. مش قوي بس. انت دلوقتي بقى في سنه كام يعني؟ انا في ثالثه حقوق جامعه القاهره. ما شاء الله، وبرضه بتكمل دراستك وموهبتك الجميله دي، وبتحاول ان انت تتفوق، ومفيش مش بيحصل خلل في الفتره دي بتقدر توفق بين دراستك والغنى؟ لا صعب، الخلل صعب عشان انا بركز في الدراسه الاول، بعد كده يعني الغنى ممكن في الاجازات في حاجات زي كده، فايام الدراسه بركز في الدراسه اكتر. في الجامعه برضه بحاول اقدم في المسرح يعني الحاجات دي برضه، بس لحد دلوقتي لسه مفيش حاجه عشان الكورونا وكده، ف فالدنيا واقفه دلوقتي. والله اعلم هتفتح امتى، ربنا يسهل يعني. اهلا بيك يا سلام، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام. انتوا حاولتوا انكم تشتغلوا على السوشيال ميديا او تعملوا حاجه؟ لان دلوقتي انت عارف السوشيال ميديا بقى ليها مكانه خاصه، وكل الناس طبعا هي دي الشاشه الثانيه زي ما بنقول، فطبعا كل الناس بتشوفك اكتر. ايوه طبعا.
نشتغل هنعمل فيديوهات وهنشير وكده. حلو قوي. يعني انت بتساعده بقى، بتبقى معاه مثلا بتدي له فكره. مش في السوشيال ميديا. ايه؟ ملوش في السوشيال انت ميديا. انت ليك في السوشيال ميديا وانت بتعرف اكتر. ايوه ليا خلفيه اكتر منه. يعني انت بتحاول تقنعه بالسوشيال ميديا وبتحاول بيحاول كتير. ما هي اللي بتشري الناس دلوقتي. ايوه برافو عليك. بص بقى يعني سلام هو اللي هيوصلك ان شاء الله الطريق. اخترت الشخص الصح. ايوه لان فعلا السوشيال بتديك طبعا دفعه وطاقه اكتر، وناس كتيره جدا بتتفرج عليك يعني اكتر على الاقل من التلفزيون. ناس كتير قوي طلعت من السوشيال ميديا يعني، ناس كتيره. كتيره قوي يعني، اصواتهم برده مش قوي بس يعني في ناس كتير عدت يعني شوط كبير قوي في الحياه بسبب السوشيال ميديا. فكروا صح في الاول. فكروا صح. طب يا سلامة، انت حددت ايه بقى في السوشيال ميديا؟ ان انت تمسكها ازاي، توزع ازاي، امتى تبدا تتحرك بقى؟ الفتره الجايه نشتغل بقى، نعمل فيديوهات وهنمول وكده يعني. طيب كويس قوي. طيب انتوا لسه عاملينها جديده صح؟ البيج بتاعتكم او الصفحه بتاعتكم صح؟ طيب سلامة بقى هيأسس لك المواضيع ويعني هخليك معايا. من زمان يعني عشرة عمري، من زمان قوي مع بعض يعني، من هو برضو من زمان، هو من وانا احنا صغيرين وهو بيقول صوتك حلو. انا الصراحه مش مقتنع. طب يا سلامة انت في كليه ايه بقى او بتدرس ايه؟ لا انا بدرس سياحه وفنادق. سياحه وفنادق. في سنه كام بقى دلوقتي؟ ثالثه. يعني بتقدر برضو تميز بين او تفرق بين الـ 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 السوشيال ميديا والدراسه بتاعتك عشان ما يحصلش خلل او يحصل اي حاجه؟ بتقدر بتعرف. أيوة. اصل في ناس تلاقيها ايه، لا انا هفضل في الحته دي، وتلاقي مثلا الدراسه بس اهم حاجه فعلا الدراسه شيء. أيوة جميل طبعا. جنب الموهبه او جنب اي حاجه تانية انت بتعملها. أكيد. دايما التعليم شيء جميل. طيب تسمعنا حاجه بقى يا محمد. سمع حضرتك اغنيه راح. ماشي. مفيش حاجه كده يعني يعني لسه بنتكلم عن نباه، فيروس نباه مش عارفين، وكورونا عايزين. ماشي يلا. طب ماشي. راح 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 القلب الطيب، راح الحضن اللي انا فيه برتاح، ساب لي حنين وألم وجراح. راح راح الحضن اللي مويني، ضعف حياتي واحلى سنين، ما فاضليش غير دمعة عيني. راح ما تسيبنيش، قولي ازاي من غيرك اعيش، ما تسيبنيش، خليك جنبي ما تكسرنيش، ما تسيبنيش، خليك جنبي ما تكسرنيش. مين هياخدني في حضنه يا غالي، مين يطمن على احوالي، مين احكيله على اللي جرالي. راح. الله الله يا محمد، أغنية جميلة جدا. طب انت بتحب تسمع لمين كده، وبتحب ان انت يعني كذا واحد يعني؟ في صراحة مثلا تامر عاشور. برضو رضا البحراوي اللي حضرتك تعرفيه. لا بس ده شعبي. بس ده شعبي. يعني لا انا اعرف شعبي برضو بس شعبي الكلمات بقى، احنا عايزين نتكلم في النقطة دي يعني. دايما يا سلامة برضو الشعبي تلاقيه هو حلو وبنعيش عليه. أيوه. واغاني جميلة وعدوية ومين كمان شعبي يعني من ايام زمان. زمان مش قوي بس يعني بس الكلمات بينقوها كويس وال ايوه غير الفتره دي طبعا. ايه احسن من الفتره دي؟ احسن من الفتره دي طبعا. دلوقتي بقى في كلمات الصراحه، اوعى يا محمد تنقي الكلمات دي وتاخدها يعني. لا لا. مهما كان، اصل بص الشهره حلوه وجميله. نعم جات قدامنا كتير الكلمات دي، بس احنا مش عايزين نخش في المجله، مجال المهرجانات وكده. حلوه والله انا بحبها، حتى الجيل اللي جاي ده كمان يعني على طول يسمع. طب نسمع حاجه بقى يا سلامه منه شعبي، رضا البحراوي. ماشي ممكن. يلا يمكن افتكره، انا بسمع الاغاني بس ما افتكرش الاسماء. ماشي. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مش عارفكم، سامحوني سامحوني يمكن مش شايفكم، اصلي فجأة سمعت عنكم من يومين. انتوا مين؟ انتوا مين؟
انتوا مين وبيتوا ايه؟ مش دي الحكاية، اهم حاجة تعرفوا ان انتوا مش فارقين معايا. خدوا لكم فرصة وفكروا قبل ما تعالوا تكبروا، انتوا قبل ما توصلوا بالنسبة ليا صغيرين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ الله، جميلة، حلوة قوي، بس ما تعتبرش شعبي قوي، ولا هي الموسيقى بقى اللي بتدي بقى الموسيقى والدرامز صدق برضو الإيقاع يا محمد شيء جميل جدا، يعني تلاقي هي برضو الألحان اللي بتختلف. أيوة طبعا، بتخلي الأغنية فعلا تعدي مهما كانت الكلمات إيه دلوقتي. أيوة شيء جميل. طبعا بنشكركم جدا جدا، بنشكر محمد، واتمنى لك بقى، وهقول لك على خلطه سريه على الهواء كده عشان الصوت، احنا برضو يعني المذيع دايما لازم الصوت يبقى واضح. اقول لك بقى كوبايه ميه فتره كده حلوه قوي، وعليها معلقتين زيت زيتون، بس انا بعشق اليانسون. ويانسون، انا بعشق اليانسون، ويانسون حلو قوي برضو، يعني خصوصا في الشتاء الجميل ده. وبشكرك جدا يا سلامه، واتمنى لك ان شاء الله كل توفيق، ويا رب اهم حاجه التجامع، الاتفاق، وانكم تكونوا مع بعض فعلا، وتكونوا ايه زي ما بيقولوا الايد واحده فعلا، هي اللي بتنجح. برافو عليك، العمل الجروب واللي بتبقوا مع بعض وتخافوا على بعض ده بينجح كويس قوي قوي، بدل ما هو يشتغل لوحده او انت، فانتوا مع بعض بيبقى شيء جميل. بشكركم قوي قوي قوي. طبعا بقى يلا ادينا تامر عاشور، صح؟ اغنيه حلوه كده بقى نفصل بيها. وبشكر جدا جدا مشاهدينا، وان شاء الله تابعونا على الخميس الجاي باذن الله فقرات جديده. ولي ممنوع ابين خوفي قدامه وداري دموع، هو بان اجمد وكابر ليه؟ وهنسب ايه؟ هيمشي خلاص ومش راجع، بقاله كتير ما من شر بالمعروف. بموت جوايا وببكي على حالي واحزاني اللي جيالي، خلاص ضيعته من ايدي ووقت الاسوأ كان مالي، ونزلت دموعي سألاني